بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم مهندس الأشعراوي من قناة الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. النهاردة إن شاء الله يا جماعة هنكمل محاضرات الرسم الهندسي. النهاردة هنكمل محاضرات الممسات. إن شاء الله يا جماعة هنرسم الرسمة دي، تعالوا مع بعض كده نشوف هترسم إزاي. يلا بينا. الرسومات يا جماعة اللي زي دي لازم أبتدي بالمحاور الأول طبعا. يبقى أول حاجة هبتدي المحور اللي تحت ده. بص، ما أنا مش هقيس حاجة أهو، ده أنا ما قستش أي حاجة خالص، أي مقاس أهو، أي مسافة يعني بالشكل ده. هناخد محور افقي ومحور راسي بالشكل ده. تمام، دي المحاور. طبعا يا جماعه هنا في محور هنا على اليمين وفي محور على الشمال. المحور على اليمين دوت من هنا لهنا 40، يعني هنقيس 4 سم بالشكل ده. ده المحور الاولاني اهو. المحور اللي هنا 32، يعني هنقيس 3 سم و2 مللي بالشكل ده. 3 سم و2 مللي اللي هي 32. ونبتدي نرسم المحور. فاضل المحور بقى موازي المحور ده زي ما حضراتكم شايفين كده، ده 60. هنقيس 6 سنتي من هنا لهنا، ادي 60 مللي اهي اللي هي 6 سنتي. يبقى احنا كده بالتالي يا جماعة رسمنا المحاور زي ما حضراتكم شايفين اهي. اوكي، يبقى كده المحاور كلها مظبوطة. نبتدي بقى نرسم الدوائر. نبتدي بقى نرسم الدوائر اللي هنا. في الدائرة الداخلية زي ما حضراتكم شايفين كده دي 32 والخارجية 50. نرسم الداخلية الأول. 32 نصها 16، هنفتح البرجل سنتي و6 مللي بالشكل ده. دي كده الدائرة الداخلية هنا. تمام، الدائرة الخارجية 50، هنفتح البرجل 2 سم ونص. تمام، هنفتح البرجل 2 سم ونص ونرسم الدائرة الخارجية بالشكل ده. هنا بقى الدائرتين اللي هنا، ادي الدائرتين اللي هنا نفس المقاسات. تمام، هنا الدائرة الداخلية مديها لنا 15، يعني نفتح البرجل 7 مللي ونص بالشكل ده. دي 7 مللي ونص، نص ال 15. طبعا عشان الدايرة صغيرة لازم ايه نمشي معاها واحدة واحدة بالشكل ده. تمام، على طول الناحية التانية زيها على طول اهو عشان تكسب وقت اهو. دول الدايرتين الداخلية. في دايرة بقى الخارجية دي، مدينا بقى الدايرة الخارجية يا جماعة 25، يعني هفتح البرجل سنتي واتنين مللي ونص بالشكل ده. دي الدائرة الخارجية. ودي زيها بالظبط بنفس الطريقة كده. دلوقتي يا جماعة هنا في مماس هنا اسمه داخلي. بص، طالما بمد الشكل ده يبقى اسمه مماس داخلي من الداخل. لو من هنا كده اسمه من الخارج. اوكي، من الداخل ده بيتجمع. يعني ايه بيتجمع؟ الدايره دي الريديوس بتاع الدايره دي
كان هي 50، نصها كام؟ 25. يبقى نكتب كده 25 اللي هو الراديوس الساعة دي، اوكي، زائد القطر بتاع الراديوس بتاع القوس ده، الراديوس بتاع القوس ده كام؟ 70. تمام، يبقى زائد ايه؟ 70 هتساوي 95، تساوي 95 مللي متر. خلاص كده. طيب يبقى ده كده، هنخلينا واحدة واحدة عشان ما نتلخبطش. هنفتح البرجل 9 سنتي ونص بالشكل ده، ونركز هنا عشان دي بتاع الراديوس بتاع دي اللي هي ال 25، ونرسم قوس. تمام. نيجي هنا، شايفين دي كام؟ الراديوس دي كانت اصلا 25، نصها 12 ونص، يبقى نكتب كده 12 ونص زائد 70، ماشي، هتساوي 82 ونص. يبقى نفتح البرجل 8 سنتي و2 مللي ونص، 8 سنتي و2 مللي ونص بالشكل ده. ونركز هنا ونقطع القوس ده في السنتر ده، ونفتح بقى كده البرجل اللي هي ايه؟ 7. نفتح البرجل 7 سنتي بالشكل ده اللي هي 70، اوكي؟ اهي. تمام، يبقى دي كام؟ 7 سنتي اللي هي 70. تمام، اهي. بص جت مظبوطة اهي يا جماعة بالشكل ده. تمام، طبعا مبقاش بتقل عليها عشان تظهر معايا. فاضل بقى القوس الخارجي ده. تمام، القوس اللي بيمثل دايرتين من الخارج هنا ده بنطرح، ده بنطرح. بص يا جماعة، مدينا القطر ده كام؟ 105. ده كام؟ 105. ادي 105 اهي، المرة دي نقط. بص طبعا الدايرة دي زي دي، الريديوس دي كام؟ 12 ونص، يبقى ناقص 12 ونص هتساوي 92 ونص، 92 ونص. تمام، يبقى نفتح البرجل 9 سنتي و2 مللي ونص. بالشكل ده. بص يا جماعة، هنركز هنا في السنتر ده والسنتر ده بنفس الفتحة اهو، مش الاتنين دول قد بعض اهو، هيقطع معايا هنا، خلي بالنا بس في النقطة دي بالظبط. تمام، اوكي. بعد كده نفتح البرغلة دي يا جماعة اللي هي 105. تمام، 105 يعني هنقيس كده 10 سنتي ونص، 105 10 سنتي ونص بالشكل ده. ونركز هنا، هنلاقيها بتمس. بص يا باشمهندس، اهي بتمس الدايرتين بالشكل ده. تمام، اوكي. فاضل بقى اخر هنا، في هنا مماس بينزل هنا، خط مماس للدايره دي، بنزل من هنا كده مماس مستقيم عادي جدا اللي هو ده، وهنقيس منه. بص بقى الراديوس اللي هنا بتاع القوس اللي هنا ده 16، يبقى نقيس كده 16، هنقيس كده سنتي وستة مللي بالشكل ده من اللاين ده، وارسم خط منقط كده او خفيف، خليه خفيف خالص. يبقى ده بيوز ده، المسافة دي كام؟ 16، 16 مللي، يعني سنتي وستة مللي، اوكي. تمام، بص يا باشمهندس، من هنا لحد هنا، لحد الدايرة اللي بره دي، نصها كام؟ 12 ونص، 12 ونص زائد 16. بص هنكتبها هنا يا جماعة، من هنا لهنا 12 ونص زائد نصف القطر ده كام؟ 16 زائد 16 هنساوي 28 ونص.
28 ونص. اوكي يبقى نفتح البرجر قد ايه يا جماعه؟ 2 سنتي و8 مللي ونص، 2 سنتي و8 مللي ونص بالشكل ده. كده 2 سنتي و8 مللي ونص. هنركز هنا في السنتر ده ونقطع اللاين ده. القوس ده بيقطع ايه؟ اللاين ده اهو. تمام؟ بعد كده بنفتح البرجل سنتي و6 مللي. دي كام؟ سنتي و6 مللي اهي. ونركز هنا في النقطة دي ونبتدي نعمل المميز بتاعنا اهو. تمام كده يا جماعة؟ اهي بالشكل ده. تقل بس عليها عشان يظهر معانا في الفيديو زي ما حضراتكم شايفين. وبكده يا جماعه يبقى الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل الجرس ليصلك كل جديد. نورتوني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.